شكرا. السيد الوزير، التحدي الصحي يعتبر من أكبر التحديات المطروحة اليوم على العالم. الملاحظ أن هناك فرق كبير بين ما أعلن وما تم إنجازه بالنسبة لتعميم الحماية الصحية والنهوض بالمنظومة الصحية بشكل عام. تنظن هذا الورش الكبير كيتطلب تفكير في التغطية الشاملة مثل ما يقع في بريطانيا العظمى وإسبانيا. وغادي يسكتوا هاد الناس، خلونا نتكلموا ولا شنو هادشي؟ سادة النواب، سيدة النائبات، المرجو الانصات. احنا عندنا دقيقة الشهور المحترمة عليكم انتوما. ولا ما يمكنش. احبس لي هادشي عافاك، نعاود انا من الاول كاع. يلا. السلام. اولا كنظن بانه اليوم وجب التفكير في التغطية الشاملة بحال اللي كاين في بريطانيا العظمى ولا اسبانيا، حيث نظام ممول من الضرائب والكل يستفيد. لماذا نقول ذلك؟ لانه 1,400,000 ديال الناس اللي كان عندهم الرميد ما تنقلوش لامو، وانه 6 مليون من الحرفيين والعاملين في مهن حره والذين لا يتقاضون اجرا ما استفدوش حتى هما من هذه التغطيه. المعضله الكبيره ديال الموارد البشريه سيد الوزير، كاين هناك خصائص ديال 100,000 وهذا الشيء راكم عارفينه، ولكن هل من خطه حقيقيه لتحفيز الاطباء المغاربه الذين يمارسون بالخارج باش يرجعوا البلاد؟ كنظن بانه 6 سنين ديال التدريس ماشي حل. الحل هو في انشاء مراكز استشفائيه يعني في كل جهات ديال الوطن بكليه الطب اللي خصها تكون معها. ماذا عن تاهيل البنيات التحتيه والتجهيزات؟ علما بان محترمه انتهى التوقيت. أعطيت 3 ثواني زيادة سيد النائب. تفضل سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. شكرا السادة النواب المحترمين. أنا سمعتك. تفضل. شكرا السيده النائبه، يمكن لك تسلمي المداخله ديالك السيد الوزير من بعد. شكرا. تفضل السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. شكرا الساده النواب المحترمين. ما عندي ما نقول على الجواب، جاوبتي في بلاصتي، يعني تقريبا الجواب هو هذاك. صحيح، الله يعطيك الصحه. المنظومه الصحيه عرفت واحد القفزه نوعيه اليوم، هذه الثوره اللي كيعرف في القطاع، شاء من شاء وابى من ابى. كنا كنديروا اصلاحات، كنمشيو بواحد الخطط صغيره، اليوم جات قلبنا واللي حلقنا الثوره. هذه الثوره جابت بزاف ديال الحلول تاع التعثرات اللي عرفت المنظومه الصحيه. نتكلموا على، اسمح لي غادي نجاوب في اتجاه واحد. نتكلموا على التغطيه الصحيه. التغطيه الصحيه اليوم دخلنا في اطار ديال التعميم ديال التغطيه الصحيه. الهدف المنشود هو اليونيفرساليتي، هذا هو الهدف المنشود، ولكن خاص كاين المراحل اللي كندوزو منها. كنمشيو اولا لتعميم التغطيه الصحيه بجميع الشرائح، نسيطروا على القطاع الغير المهيكل لانه هو اللي كيخلق مشكل بالنسبه للاصناف ديال اللي خصهم التغطيه الصحيه. وانت عارفه بان كاين اليوم 3 الاصناف، وخارج 3 الاصناف كنلقاو الناس اللي كيدوزوا، وهذا هذا مساله هي ديناميكيه، كتبقى غدا وكتغير كل مره، ماشي غتبقى ديما راه هي ستاتيك، دائما هي كاينه واحد انسيرتان سينيتيك. ثالثا، وحنا عارفين بان جميع البلدان في العالم اليوم هذا النموذج اللي خدامين عليه غادي يكون متجاوز من دابا 10 سنين نظرا للتغير ديال الطب. الطب اليوم ما بقاش الطب كيف اللي هو عادي، غادي الطب كيتشخصن، لا ميديسين بيرسوناليزي، واللي غادي يخصها التغطيه ديالها بوحدها، لان التكلفه ديالها لا ديال التكنولوجيا ولا ديال الصناعه الدوائيه ديالها، اللي غنوليو كنداويو جوج ديال الناس عندهم نفس المرض وكنداويوهم بادويه مختلفه، لان عندهاش علاش؟ لان الجينيتيك ديالهم كتختلفه. وانت الساده راك بيولوجيه وكتعرفي هذا الشيء. هذا لا ثيرابي جينيك اليوم هي اللي غادي تسيطر على بروتوكولات ديال العلاجات، واللي خصها مصاريف كثيره. شنو خاصنا؟ البحث والابتكار في البلاد ديالنا. في هذا الاطار هذا اليوم حنا خدامين بهذا الصدد، كنديروا واحد ليكو سيستيم باش يمكن هذه الوحدات ديال الانشاء ديال لا ثيرابي جينيك. وهذا الشيء راه ساهل، من بنادم كنخلقوا الدواء، حنا خدامين عليه. واش 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 المنظومه الصحيه جابت حلول بالنسبه للموارد البشريه؟ جابت حلول فعليه. قلت تعميم ديال المراكز الاستشفائيه تعممات المراكز الاستشفائيه. كاين دابا ورزه درعه تافيله غايبده، قول مين اللي فيه المركز
اصلا جهوي غيتحول غادي يولي مركز استشفائي جامعي. العيون ها هو قرب يسالي البناء ديالو، والدخلة مؤسسه محمد السادس اللي غادي تبني المركز الاستشفائي الجامعي. بني ملال كذلك خدينا الوعاء العقاري ومركز استشفائي غادي. اذا حنا درنا بهذه الصفه هذه، غادي تولي كل جهه كتكون على حسب الخصائص ديالها، خصها عدد ديال الاطباء، عدد الاخصائيين. الوزير انتهى الوقت.